السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نتحدث عن قطوف من الذاكرة المصرية. نتحدث عن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني، وعمل وزيرا للطيران المدني من مارس 2002 حتى ثورة 25 يناير. بعد ثورة 25 يناير عمل رئيسا للوزراء، وعن السيرة الذاتية لسيادته عام 1961 حصل الفريق أحمد شفيق على بكالوريوس الطيران من الكلية الحربية. الفريق أحمد شفيق في باريس عام 1979. فهو عام 1961 حصل على بكالوريوس الطيران من الكلية الحربية ودكتوراه الفلسفة الاستراتيجية القومية للقضاء الخارجي، وزمالة كلية الحرب العليا من باريس. زمالة كلية الحرب العليا من باريس. صورة أخرى للفريق أحمد شفيق. حصل على دورة تدريبية لكبار القادة بأكاديمية ناصر. فريق أحمد شفيق في إيطاليا عام 1985، في إيطاليا عام 1985 مع زوجته، أثناء التدريب بالخارج عام 1974. الفريق أحمد شفيق